ورحمة الله تعالى وبركاته. ألف مرحبا بكم دائما في قناتكم طبخ سهل مع أسماء. وصفة اليوم إن شاء الله غادي تكون عبارة على رايب اللي غادي يكون سهل بزاف، مقادير ديالو يعني متوفرة وبسيطة وكيجي بنين بزاف عاقد، يعني بحال اللي كتشريوه من المحلبة أو الحسن، لأن كنعرفوا أن دائما الحاجة ديال الدار راه كتكون حسن من حيث أن كنعرفوا شنو فيها، وكذلك المذاق ديالها كيكون دائما أحسن. دونك فالمقادير اللي غنحتاجو في هذا الرايب هذا إن شاء الله، غادي نحتاج لتر من الحليب اللي غيكون كامل الدسم، عندي 3 حتى 4 معالق كبار ديال السكر سنيدة على حسب الذوق، كذلك 3 حتى 4 معالق كبار ديال الحليب بودرة نيدو العادي، عندي 1 معلقة صغيرة ديال السكر فانيلا، وعلبة ديال الياغورت اللي تقريبا فيها واحد الوزن ديال 125 غرام. الياغورت إما الفانيلا إما عادي يعني طبيعي، المهم كيبقى عندكم الإختيار. فهادو هما المقادير، وندوزو دابا على بركة الله طريقة التحضير. اول حاجه غادي نديرها هي هنايا شديت نصف لتر من الحليب، من هذاك اللتر كامل اللي كان عندنا خديت منه نص سيترو ودرته هنا في الكاسرونه وخليته غادي نخليه كيسخن حتى يوصل لمرحله الغليان. اما النص لتر الاخر ديال الحليب فهو عندي مازال في القرعه، فغنوريكم دابا شنو غادي ندير به ان شاء الله. دابا غادي ندوزو لهذاك نص سيترو حليب الاخر اللي كنا خليناه بارد، فغادي نديرو مولينات يعني اي خلاط كهربائي متوفر عندكم، كاع الا ما عندكمش كاع خلاط كهربائي ديروا غير في شي بول وخلطوا، ديروا غير بالطراب اليدوي. غنزيد معاه ما يعادل 1 معلقه صغيره ديال السكر فانيلا، غادي نزيدوا الحليب بودره، السكر كذلك، وغادي نضيف الياغورت ديالي اما الفاني بحال قلنا اولا طبيعي، غنشبدو هادشي كامل وغادي نخلطو بالخلاط الكهربائي او بحال اللي قلت بالطراب اليدوي فقط حتى ينسجم لي يعني ينسجموا لي العناصر كاملين وعاد نطلقوا ان شاء الله. خليت لي كنحصل عليه من بعد ما طحنت العناصر، ها هو يعني سائل، خليط سائل. الحليب ديالي اللي غليته يعني حتى كيوصل لمرحله الغليان غادي نضيفه هنا دابا، وغادي نعاود نخلط شويه واحد الثواني معدوده بالخلاط الكهربائي او غير بالطراب اليدوي باش ينسجموا لي العناصر مزيان. صافي ما بقالنا غير نعمروا الكويسات ديالنا بالخليط ديال الرايب بعد ما نسجموا العناصر كاملين. فالكؤوس يعني كتبقى على حسب الاختيار اللي متوفر عندكم، الحجم اللي عندكم كيخرجوا تقريبا واحد 7 أو 8 على حسب الحجم ديال الكؤوس اللي متوفرين عندكم. دابا غادي ندوزو للطريقه كيفاش غيقادنا هذا الرايب هذا، طريقه جد سهله في كوكوط يعني طنجره الضغط اللي متوفر عند جميع الناس. فغادي نشدو غادي ندير الماء هنايا بحال اللي شفتو، الماء سخون حتى يوصل مرحله الغليان يعني. تقريبا على هذا الشكل هذا شويه بحال هكا. الا بغيتو تديروا الكيسان عاد ديروا الماء ديروها، غير انا كنخاف من نكب عليهم الماء يكونوا الكيسان يطلع لي جل شويه ديال الماء على الكؤوس، كنظن خاصني نزيد شويه ديال الماء. الماء بحال اللي شفتو خاصو يوصل تقريبا النص ديال الكيسان ديال الياغورت، بحال اللي قلنا تقدروا ديروا الكيسان هما الاولين عاد ديروا الماء باش تحسبوا النص. غادي نسدو على هاد الكوكوط هادي مزيان، غادي نغطي الانستيني وغادي نغطي عليها بشي مانطا ولا جوج ونخليها مغطيه مزيان 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 لواحد المده تقريبا ديال 8 حتى 10 ديال السوايع، ومن بعد عاد نشوفوا الشكل ديالها كيفاش غادي يكون. من بعد ما دازت واحد المده ديال 8 ديال السوايع في ديك طنجره الضغط، الرايب ديالي ها هو وشد صافي يعني عقد. بالنسبه للوقت ف يعني كيبقى على حسب الجو، يعني الا كانت كنصد بزاف ربما 6 سوايع راه غادي يكون كافي، كان شويه مازال البرد راه على حساب. المهم نتوما غتشوفوا غتلاحظوا من غتشوفوه عقد على هذا الشكل هذا بحال اللي كتشوفوا معايا، فصافي غادي تحيدوه من طنجره الضغط. دابا غادي نشدو وغادي نخليه يبرد مزيان في الثلاجه على الاقل واحد المده ديال يعني من الاحسن تخليه مده ديال الليله كامله حتى يبرد، ونقدمه ان شاء الله بالصحه والراحه.